صحيفة كواترو إسبانية قالت أن هالاند اختار برشلونة عن ريال مدريد، واللاعب سيوقع مع برشلونة لمدة 3 سنوات براتب 30 مليون يورو سنويا. 30 مليون يورو سنويا يا جماعة الخير، الخبر ثقيل، الخبر ثقيل جدا، مستحيل أكون صريح، صعب صعب صعب، 3 مرات صعب برشلونة يوقع مع هالاند. برشلونة صعب يجيب قيمة الصفقة 120 مليون يورو، كيف يدفع 30 مليون يورو في السنة يا جماعة الخير؟ في صحف تبالغ في الأخبار، أنا أشوف هذا من بالنسبة لي مستحيل، إلا بشيء واحد، إلا إذا بدوا مشروع السوبر ليج. إذا بدوا مشروع السوبر ليج ممكن يقول ممكن هالاند يكون برشلوني، لكن بهذه الظروف مستحيل. هالاند بعيد عن برشلونة بهذه الظروف، ديون يا جماعة الخير مع برشلونة، رواتب مستحيل.